شعبنا الكردي جاهز، وهنا أوعدك يا أستاذي، شعبنا الكردي جاهز للانتفاض لتضامن مع أخوانه العرب، ولكن تهمة النظام دائما هو الانفصال الكردي، هو العمالة لإسرائيل وتجيش الأمن السوري ضد الشعب الكردي في سوريا. نشكرك عبد الباسط حمو ممثل حزب ياكيكي الكردستاني من ألمانيا، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. وننتقل إلى ضيفنا الآن، يعني إذا أردنا نتحدث في الوضع السوري، هل نحن أمام عرين يهتز؟ لا أعرف إذا كان أساساً يعني اسمه عرين. الوضع في سوريا مختلف ربما عن الأوضاع في باقي الدول العربية لجهة حجم الضغط وحجم الاستبداد الذي تعرض له الشعب السوري منذ العام 63. سوريا تعيش حالة طوارئ منذ العام 63، يعني ممنوع تشكيل الأحزاب، لا حريات سياسية، لا حريات صحافة، آلاف المعتقلين السياسيين، عشرات ألوف المنفيين خارج بلادهم، نظام قام على أساس القمع واستمر في قمعه طيلة هذه المدة. شهدت سوريا عدة احتجاجات وعدة انتفاضات تعامل معها على الدوام في العقود الماضية بالدم، والآن يتكرر المشهد ويتكرر مع شجاعة استثنائية لأبناء وبنات الشعب السوري في دمشق وفي دير الزور وفي حمص وفي حلب وفي بانياس وطبعا في درعا وأيضا في الغنيطرة، وهناك مشاهد تأتي من كل المناطق وفي القرش وفي كل المفارقة. أنتم الآن تتحدثون عن قمع لأجيال سابقة، ماذا عن هذه الأجيال؟ هي لم تقمع عمليا، ولكن كيف انتفضت بهذه الطريقة؟ هي أولا متعطشة للحرية، وغياب الحرية بحد ذاته هو قمع. هي تريد كما سائر الشباب والشابات العرب في هذه المنطقة أن تعيش بكرامة، والكرامة مهدورة من قبل أنظمة لا تحترم شعوبها. هي تريد العمل وتريد أن تعيش في بلادها من دون الحاجة إلى الهجرة ولا إلى النفي ولا إلى الاختباء إذا طالبت بحقوقها. كل المظاهرات التي خرجت في سوريا حسب ما بينت اليوتيوب ووسائل الإعلام الحديثة الاجتماعية التي يستفيد منها اليوم أبناء وبنات الشعب السوري، خرجوا يقولون الله سوريا حرية بس، يعني شعاراتهم هي فعلا مرتبطة بالحرية. ورغم ذلك، رغم هذا السلوك المدني الهادئ السلمي المطالب بالحقوق، خرج من يطلق عليهم النار، من يضربهم، من يهينهم، ومن يرتكب جرائم في درعا. وهذا دليل على العقلية الأمنية في التعاطي مع الشعوب. وعدد طبعا المعتقلين لحد الآن لم يعلن عنه بعد، وبينه سيدات ومحاميات وبينهم ناشطون حقوقيون من أعمار مختلفة، وهناك أطفال جرى اعتقالهم لأنهم طالبوا بالإفراج عن أهلهم وعن ذويهم المعتقلين فقط لأنهم عبروا عن رأيهم وليس لأنهم قاموا بأي عمل عنفي. يعني ننتقل إلى ملف آخر طبعا بعد سوريا، ننتقل إلى المغرب، حيث تظاهر آلاف المواطنين في العاصمة الرباط مطالبين بإصلاحات سياسية.